ماكس محمد عبد الغني. دسر لك العافية مبارك ناجي شيرة يا مع مصطغات علي النور يا أستاذ كيف تمام؟ أخبار كلها والله يا مفرحة أخبار كلها حلوة سكر والله العظيم أخبار كلها ما شاء الله تبارك الله كيك بس بسبوسة شير يا جماعة مصغر الحساب ممسوك وممكون خالد القوز ديك العافية حبيبنا ياسين شير يا جماعة مصطغات لأنه الحساب ده ما أي أنا في ناس بيشيروا لي لأول مرة اتحظروا بتحظروا عادي بتتحظر لكن لازم تشير لي لأنك لو ما شيرت ما بيصل الصوت بالشير يمكن يوقفوك هاي لكن استحمل شير شير مصطغات يا جماعة شير مصطغات ما عندنا خيار ابو محمد يا صابرات شير مرصغات يا جماعه شير مرصغات يا جماعه شير مرصغات يا جماعه عشان الحساب والله العظيم ممسوك دوله الشر عشان الصوت يصل عشان الناس تسمع عشان الناس تعرف هو بيصل بالشال بيسجل برا لكن بس عشان يثبت حاسين حمانا وغير الدوامة بيت وسيحة دقنا كنا نسيل دمانا أكيد والله حنعلي شانة وحنرفع فوق حتستغل فكريا قرار توجه مستقبل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة شير مصغات اللهم صل على سيدنا محمد شير مصغات يا جماعة الحساب مغيد الحساب مقفول الحساب ماسكينه الحساب ما دارين انه يمشي بيشير لي بيعزول بيقعد يعمل لي مشاركة بوقفه بس ده كله ترهيب عشان الحساب ده زي الفو جمرة بقول لك ادينا شير عشان نثبت في الصفحة في صفحات تانية بتشيل وتنقل كثير من الصفحات بيصل الصوت بيصل الصوت لأي مكان يعني أنا ما عندي مشكلة أنا في النهاية صوتي بيصل بس عشان نثبت في الصفحة ما يتمسح أول حاجة الليلة ما شاء الله يا جماعة والله الأخبار كلها حلوة والله ما في خبر كده من الصباح جانا السيء اليوم اليوم يوم ما شاء الله حتى نصلوا بيض ما شاء الله السيخوية الآن بهناك شغالة تأخذ لا طلع على ناس الحلو وتبلي ونطي راجع على البيض شغالة ما شاء الله احنا دارين الحلو ده يتمسح بالواطة شوف الحلو ده مفروض شفته يتمسح بالواطة يتمسح كده شفته جبنا شوف زي اليوم ذاك الصورة جبناه يتمسح لانه زول خاين زول نجس زول ما عنده وطنية ولا عنده اخلاق زول عميل زيه زي اي عميل رخيص زول واطي نجس
واللي بيقف مع الحلو ونجس، واللي بيدعم الحلو ونجس. شير يا جماعة ملصقات، لأنه تحت هدو بدو الوجوه بدت شير 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 يا جماعة، شير القلوب. أيوة، لأنه ظاهرين بيجوا طوالي ظاهرين. شير ملصقات، عيد علينا هكر الصوت. شير ملصقات قلوب، آي لأنه دار هكر الصوت. الحمد لله، ليلة الأخبار كلها حلوة وأخبار كلها ما شاء الله. أول حاجة الجيش بدأ ب قدام كلية البيان في راجمة، ضربت المستشفيات، ضربت السلاح الطبي، ضربت مستشفى عليا، انتهت منها. الطيران المسير كان موجود في منتزه المقرن طوال، انتهت منه كامل بالفيو بالمعاو بالناس الماس كله، انتهت منه من الصباح ده. بس بسم الله الرحمن الرحيم، معلومة أكيدة أكيدة، معلومة أكيدة عندهم، جاتهم مشوا منتزه المقرن طوال دمروهم. قاعدين ولا متخيلين أن الجيش عرفون، أقسم بالله اللي حسهم بمكان بطيران بخبراهم بكل حاجة، فحم خلاهم فحم. الراجمة هناك البيان انتهى منها، انتهى منها. تاني أربع راجمات في حلة حمد مسحها بالواطة، مسحها بالواطة في حلة حمد. أربع راجمات مسحها بالواطة، شغال الآن وين؟ في حلة حمد الآن، في حلة حمد. أقسم بالله قال لك جسس، قال لك الجنجويد ديل اللي عملوه فينا الليله في بحري عمره ما تعمل. من اللي شفت ال 70 يوم الفات ولا ال 80 ولا ال 85 ولا ال 92 يوم، قال لك ما تعمل زي الليله. بحري دي مسحوم مسح في حله حمد. اباده كده عجيل، حتى هون ذاتهم قالوا الحقونا، نحن بيبيدوا فينا اباده جماعيه عجيل كده. قسما بالله العظيم الليله اباده جماعيه عجيل كده للجنجويد. ضرب ما المميت. ده ما القوة المميتة، دي القوة الفتاكة. في فرق بين المميتة وفي فرق بين الفتاكة. دي القوة الفتاكة اللي استخدمها في الجنجويد، دي القوة الفتاكة، دي القوة الفتاكة. الجنجويد أقسم بالله العظيم القوة الفتاكة. ونمشي بهناك نديها دبل كيك طوال البطاحين، أهن البطاحين قسما بالله الليلة. أوفوا كفوا من الصفاء، من أصبحت قالوا للجنجويد الليلة ما عندك قعات هنا. كل من الصباح البطاحين شغالين في الجنجويد نار، شغالين فيه النار عديل، نيران مدورة للآن الآن 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 شغالين فيه النيران. الجنجويد لما طلب المساعدة من برا، دي أنا قلت لك الشرق النيل ما داير لناس من برا، أهلوا براون بيحرروا، أهلوا براون براون. الليلة بتسمع يقول لك شرق النيل، لأنه هم معروفين، ما ولا ناقصهم حاجة. الفروسية مكملين، الرجال مكملين، أي حاجة عندهم زايدة زايدة. الليلة شغالين في الجنجويد من الصباح، مربع واحد بلجت مشوا معاهم لحد ما جابونا المغابر. داقنهم هناك لما الجنجويد استعانوا الحقونا، استنجدوا بالناس الجنجويد، الحقونا نحن بنموت، الحقونا اوب علينا يكوركم. ليه؟ لأنه الجنجويدي جبان ود الحرام، لأنه الجنجويدي ما عنده قضية، ما عنده شرف ود الحرام، لأنه الجنجويدي ما راجل ود الحرام. عشان كده بيصرخ بكورك بيطول حسه، الحقونا الحقونا. ما في زول بالحقك إبادة، نحن دايرين نبيدك إبادة جماعية، دايرين نمسحك. إحنا شغل دايرين نمسحك، إحنا دايرين نمسحك يا جنجويدي، دارين نبيدك يا جنجويدي. تعال بهناك امشي اهنى تنبول غرية ابو شام، ديل كمان قصتهم تانية. ديل عندهم دوريات، العمدة ده واحد اسمه عماد، العمدة احنا بنقول له العمدة لانه فعلا العمدة عماد. عماد ده شغال ولا تابع لجيش ولا استخبارات، لكن وطني بمشط البلد دي كده بالخلا، وبيجي راجع شاف العربات بتاعت الجنجويد لما ناس الحلة وجو اقلعك امسكك. لما مسكوها وجابوا الجيش سلموا العربات بجنجويده مربطين. ده الشعب السوداني، دي الرجاله، دي الناس اللي بنعرفهم، دي الناس اللي بنسمع بيهم، اللي شفناهم اللي سمعنا حكاويهم. 17 جواز سكن 700 يا هنديل يا هنديل اهلي، دي الناس الرجال اللي ما بيرضوا الحقاره، الما بيرتضي التشادي حكمه،
التشادي القذر، التشادي الواطي يحكمه، التشادي الرمة يحكمه. ديل عنا، ديل عنا يا هنا اللي احنا بنفتخر بيهم ونقول ديل اهالي، ديل اهالي البقيف، وقول للدنيا دي كلها ديل اهالي، ديل احنا، ديل احنا الليلة، ديل احنا. كنا وين؟ كنا مغيبين، كنا نايمين، لكن احنا برانا الحرب دي، والله الجيش ما يتدخل فيها، والله الجنجويدي ما عنده موطن غضب معنا في الواطة، ما يقدر يقعد ولا يوم. الليلة اللي اتعمل ده يا هو دي البداية، دي البداية، الليلة دي البداية بتاعت السوداني، دي البداية بتاعت الناس القلوب حارة، دي البداية. يعني لسه الناس زي خلاص تاني ما في، كل زول قال لك الصباح والله جابوا المنظر يفرح، وكل زول بتفاخر كده، انت تفاخر كده، انت اعرض في حقك كده، انت اقدل كده، انت قول واحنا نقول فيك كده، انت العب الصقريه واحنا معاك كده، ليك حق كده، ليك حق، واحنا ما دارين اكتر من كده. ده حقك، ده وطنك، دي بلدك، ده عرضك، ده شرفك، ده ناسك، انت مزول منهم، انت تحميهم قبل الجيش. عشان كده اللي حصل الليله ده كل السودان يحصل، ده يحصل في كل السودان، في كل البلد، في كل المدن، في كل المناطق تلقى جنجويدي الواطة، ولا تكبر عليه، اضبح طوالي بدون اضبح الجنجويدي الى مزبلة التاريخ عشان ندرسه درس ثاني ليوم القيامة. ان قال لي واطي من غرب افريقيا ده السودان، يقول لك لا، يقول لي امشي السودان، يقول لك لا بالفم المليان. بلد كلها اللي لم سيطر جيش، جيش ياسر العطا قال لك باقي شوية خلاص، باقي شوية، قال لك خلاص النصر اخترب، قال لك النصر اخترب، موضوع انتهى. ود العطا ما بهزر، اقسم بالله الليلة الجنجويد بتاع بيت المال، بتاع حي العمدة، بتاع الملازمين، بتاع الإذاعة، بتاع البهن، كلهم شردوا. جو وين؟ جو حاصروا، حصروا حي الشهداء، الان قاعدين في حي الشهداء، الان محاصرين حي الشهداء، متلبتين بالمدنيين، لانه عارفين الطيران هناك ما بيضربوا، لكن بيجيهم، لكن القوات الخاصه بتجيهم. الان متلبتين وين؟ متخذين المواطنين دروع بشريه. جو انسحبوا من بيت المال، انسحبوا من نبروف، انسحبوا من المناطق دي كلها. جو رجعوا وين؟ رجعوا الشهداء. الان وين في مدرمان؟ في الشهداء عند حي الاستباليه، محاصرين الشهداء داير ما يدور، عشان عارفين الطيران بيوت الشهداء ما بيضربها. لكن احنا بنقول لكم الجيش جايكم برجوله، بتمشوا وين يا جنجويد؟ بتطيروا؟ جايكم، جايكم مغبرتكم يا الشهداء، الميدان والله مغبرتكم الشهداء. هسه الان الكلام ده، شفت الجنجويد اللي كانوا في بيت المال وين؟ كلهم انسحبوا، لانه هناك في دق ما طبيعي، لانه الجيش هناك بدق دق بدون رحمه، بدق شفت القوه الفتاكه، وخاصه بعد السلاح الجديد، خاصه بعد الطيران الجديد. الطيران الجديد ده بيجوا جوا، شفت لو الحيطه فيها 900 صبه بتاعت حديد مخرسانه على حديد، بيخش لي جوا. والله العظيم السلاح ده جديد واستخدموه، وانا اول امس حكيت لك قلت لك في سلاح قطعوا الكهرباء ووصلوه واشتغل الان. السلاح ده بجد الحيطه، شفت الناس دي جون والله بعظيم، شفت جوا البيوت بيموتوا، جوا السراير بيموتوا، بيمشوا وين؟ ما عندهم والله مغبرتهم السودان، موتهم في السودان، موتهم في الخرطوم، في كل شارع بتلقى جنجويدي مجوع، في كل زقاق في جنجويدي مجوع، في كل ناصية جنجويدي مجوع. دي بلدنا، دي حقتنا، لا ريحتك زي ريحتنا، لا عندك اخلاق زينا، لا انت سوداني، لا انت من اهل كرم، لا جود، لا بتعرف الكرامه، لا بتعرف الشرف، لا عندك اهل، لا عندك عرض، لا عندك كسر، لا عندك قبيله، حتى القبائل حقتكم سقطت، قبائل بتاعت حراميه، قبائل بتاعت رمم. للاسف المتعلم فيكم اخير منه الجاهل عندنا، جاهلنا نحن افضل من دكتوركم بروفكم، افضل من البروف حقكم، جاهلنا نحن افضل من بروفكم، افضل من بروفكم، افضل منه مليون مره، افضل منه مليون مره. طلعت قبائلكم عباره عن همباتة، رجحتوا لوصولكم، رجحتوا لوصولكم، اجيتوا منا،
رجعت لأصلكم وفصلكم، اتعرفتوا أنكم فعلا أنتم ما سودانيين، أنتم دخل على الشعب السوداني. ما تقول لنا قبائلنا والله كذابين، ما عندكم موطن غدا في دارفور، أنتم دارين تسرقوا دارفور، أنتم قبائل مفروض تطردوا وتبادوا وتعدموا وتشنقوا، لأنه قبائل ما عندكم أي قيمة، قبائل تافهة، قبائل قذرة، قبائل بتاعت ناس واطية، قبائل بتاعت رمم خنايل، ما عندكم شرف ولا عندكم أخلاق. دي الحقيقة. الآن بيشحنوا في بطاحين جايات من وين؟ من الضعين. إحنا جايين نحارب، تعالوا تعال اسرقوا، فاكريننا بيجيبوا لكم؟ والله جثث مقطعة، والله الأولاد طلعوا من المعسكرات ديل بيتكفلوا بيكون، خلي الطيران جيبوا الضعين كلها. الضعين بيقى فيها شنو غير الحرامية والفاقد الأخلاقي؟ فيها شنو الضعين غير اللصوص والكمائن؟ فيها شنو غير النقرس؟ فيها ناس، والله ناس ما فيها، كلكم الآن عايشين على الحرام، كلكم قبائل وسخة، قبائل ما عندكم شرف ولا عندكم أصل. مكانكم وين؟ مكانكم النفايات، لأنكم الآن بتفكوا أولادكم، فاكرين الخرطوم دي وجايين بعنصرية وبغبلية. عشان كده لو أبادوكم والله حلال، لو أبادوكم والله حلال، حلال عديل يبيدوكم والله حلال، موتكم حلال، إبادتكم حلال، تموتوا وما تلقوا زولق يدفنكم يمسحوكم كده مسح، لأنها قبائل وسخة كل يوم وساختكم بتبان وبتكلم. نحن الرزيقات، احنا جايين، تعال يا رزيقات والله نرجعك البلد اللي جيت منها يا تافه، واقسم بالله العظيم يا رمة يا قذر تعال الخرطوم. بعد يومين دنيا زايلي، يومين دنيا زايلي، الخرطوم دي تقايلة شنو؟ انتوا ما عندكم حاجة، احنا السودانيين الطيبين اللي استحملنا امثالكم واشكالكم يا رمة. التاريخ الان لازم يستعدل والوضع لازم يستعدل. أهل دارفور دي، دارفور دي عندها أهل وعندها ناسة، دي اللي كانوا بيكسوا الكعبة زمان انتوا ما فيشين في البلد، دي اللي كانوا حافظين للقرآن، انتوا ولا بتعرفوا القرآن بشنو؟ انتوا مسلمين، الإسلام ده ما بيعرفكم، بريء منكم، عاملين نفسكم ناس، والله ما فيكم بني آدم نصيح. تفتخروا الآن بتركبوا أولادكم يلا كنا نمشوا، بتقولوا اسم القبيلة، قبائل بقت بتاعت غد، قبائل بقت بتاع السرقة، انتوا اللي بتوسخوا في نسبكم وبتوسخوا في اصلكم لو عندكم اصل، بتوسخوا في قبائلكم لو عندكم قبيلة. لكن للأسف يا هو اللي تربيتوا على حد جيبوه من وين؟ القلم ما بزيل بلم، القلم ما بزيل بلم يا هو، متعلمكم زي جاهلكم، دكتوركم زي سفيهكم، بروفكم زي أهبلكم، ما عندكم حاجة. عشان كده حبابكم تعالوا تعالوا، عشان ذاته ننتهي من حاجة اسمها ضعين، تعالوا الله يجهز ليكم، أقسم بالله العظيم الطيران ده فوق غير يقطعوكم حتت، ما في رحمة أصله، ما في رحمة والله، غير تتبادوا وتتمسحوا، ما في رحمة. دارين تجي تسرقوا وتشيلوا لكم حاجات الذهب وتمشوا هناك، الله ادانا، ما في الله ادانا، ما في الله ادانا يا قبائل يا وسخة، ما في الله ادانا أصله، ما في الله ادعنا تاني. الآن بنسبة 100% الانتصار، والله العظيم بنسبة 100%، ما باقي إلا إعلان الانتصار. قال لي أنا لو مزول من القوات المسلحة قسما بالله العظيم أطلع أقول انتصرنا والموضوع انتهى، والشعب يوم الجمعة أرجع أهلك، الرجال تعالوا، ما في حاجة، ما عندك قول ما عندي، خش على الناس، الناس حيعملوا واتفقوا مع نص البساط يوفروا لكم بساط. الناس الجايين من عبرة يأجروا لكم القطر، لو ما جايين بالقطر شوفوا البساط، الناس تتواصل مع بتاع البساط يوفروا البساط، تيجوا فوق 10 بساط 15 بص يجوا معاكم، عديل الجيش يحرك ليهم متحرك يجي معاكم، يجي معاكم عديل، ما في حاجة، هو الطريق ما فوشي. لكن عشان تجوا بعد كده خلاص خلاص، انت قاعد حارس شنو لما يقول لك تعال اقعد وتجي بعدين تتفاصح؟ وانا سوداني، سوداني بامارس شنو؟ سوداني بامارس شنو؟ راجل بامارس شنو؟ الناس اللي قاعدين ديل ما عندهم اهل؟ الناس اللي حارسين بيوتك ديل ما عندهم اهل؟ الاولاد اللي حاملينك ديل وتتصل عليهم بيتي وبيتك ما عندهم اهل؟ ما عندهم اهل؟ انت لا اولادك هناك خايف عليهم وديل ما اولاد ناس؟
دل ما اولاد ناس رسلوا اولادكم تعال الربنا كاتب ليه بيموت والربنا ما كاتب ليه ما بموت لو قعد عندك بيموت لو قعدوا معاكم هناك بيموتوا عشان كده يوم الجمعة اي شاب فيه نخوة راجل يخش الحمام يشوف عين كده راجل يجي اي شاب راجل يجي شوية فيه نقص خالط ما يجي يقعد قبله لحد ما نحرره نجيبه مع اخواته الكلام ده واضح الان الما بيجي يفقد نفسه الما بيجي يفقد نفسه عشان بعدين بعد ما تتحرر بنجيبك مع اخواتك معزز مكرم نجيبك مع اخواتك فيش لو قاعدين حارسين شنو كثيرين والله شايفينكم لافين في مدني شروف شرف سيار وقعدات على النيل وقعدات مع ستات الشاي عندكم شنو بعدين بتيجي تقول انا وطني وداير حقوق حق في راسك اطلعوا من ستات الشاي دي مرضى بتاع ستات الشاي انتوا مرت توبوا مرت توبوا انتوا ما خلاص احنا وصلنا في ده بست الشاي حقتي وحقتك دي حاجتي ودي حاجتك دي جوانتي ودي جوانتك دي جاحتي ودي جاحتك جابوا جديدة ومشوا جديدة من هنا مشيتوا مدنة ستات شاي من قاعدين عندنا صور أبقوا رجال أبقوا رجال خلاص خلاص ما تفيش نوع هذين أخوانكم يتدربوا 60,000 انت مالك ما بالغ انت ما راجل هطلع بعد كده حارس شنو حارس امك ترضعك عندك شنو عامل فيها بتشاغل في البنات بتشاغلوا الان عاملين نفسكم الرجال الراجل ده ما الا شاغل بيت الان ما قاعدين من محل صياعة وترسل وفي البيز ورسل ليه ورسل ليه شنو كذابين منافقين ابقوا رجال تعالوا بيوتكم ابقوا رجال تعال الواحد يجي بيته خلاص البلد جات اتحررت بنسبة 100% الباقين ديل حرامية طالع لك ولد قدرك في جبرة شايل له عصاية قال لكم احنا تعبنا من الحراسة قال لكم المربع فاضي ما فيه اي حاجة قال لكم تعالوا لو ما عندكم حق المواصلات شوف الرجال وشوف الذكرنا بالله يا اولادكم ما بيخجلوا لما نشوف ولد زي ده قاعد حارس ولافي وانتوا لامين اولادكم معاكم خايفين عليهم انتوا كده اولادكم بتعلمون خلاص حافظتوا ايه ضيعتوا كده كده بقيتوا خمله كده بقيتوا خمله تاني ما منه فايده كده انتوا انتهيتوا من شخصيته كده انتوا دفنتوا ولدكم بالحياه تاني اليوم القيامه ما يبقى راجل والله اي واحد ساق ولده ومشى بيه حته ولماه والله ولدك اليوم القيامه ما يبقى راجل والله ولدك انتهى والله نهايته والله يقلب اشتغل ورا وقدام قسما بالله العظيم لانه ده ما راجل لانه الان المعركه دي حقه الشباب ده حقه الرجال القاعدين ديل الان الحارسين لبيوته ديل في جبره ما مشوا ومشوا ودوا اهلهم اليوم شباب زي الورد قسما بالله الولد الطلع ده اي زول يتمنى يكون ده ولده ولد راجل لافي بعكازه ولافي لا بخاف لا قاعد انتوا لامين اولادكم وقاعدين خاتنون اها رضعيه رضعيه خليهم فيك نهايته قسما بالله يجيبوا لك منتهي لانه ده ما راجل اللي بتربي فيه ده حتى جنبك ده والله ما راجل والله ما فيه زرة بتاعت رجال الان ما بيجي بيته وبلده والله ده ما راجل اقعد هناك زيك وزي اختك لما بعدين تنتصر وتجيب البصات احنا بنزفك ونعمل لكم الدخله دي الحقيقة الآن البيوت فاضية الجنجويد بيقوا ما في كل زول خايف كل زول خايف في شنو ما في حاجة الجمعة أرجع بيتك أرجع بيتك يوم الجمعة ما في زول يقعد أي راجل يرجع خلوا الحريم ما قلنا لك جيب تعال أنت جيب معك صاحب صاحبين من هناك جيب معك ولد ولدين من هناك خايف جيب معك اثنين قسما بالله العظيم في واحد في شارع الستين الزول ده قاعد حارس بيته شهرين وحاجة وواحد وعشرين يوم والله حامي بيته حامي حاجاته حامي شق عمره
قبل أي قبل كم قبل اسبوع ولا 10 يوم بجواد من اولاد الحله في شارع في شارع الستين هناك، جواد من الجوادين العملاء اوش عليه وقال لهم البيت ده فيه زول عنده قروش والرقم بتاع القروش كده كده، جواد من اولاد الحله، جواد من الجوادين، من اولاد الحرام، من اولاد الحرام اللي بيركبون الجنجويت اللي ما عنده شرف، اللي بيركبوه زي اخته بيركبوه زي امه. واحد جواد مشى بلغ فوق الجنجويت قال لهم الزول ده عنده قروش، الزول ده جو في البيت خمسه ولا سته قال له ادينا المبلغ الفلاني بالاسم، قال له القروش الفلانيه، قال لهم ما عندي قروش انا اديكم ليها، قروش وما قروش تدينا وما تدينا ضاربهم. طوال ادوه خمسه طلقات، ثلاثه في البطن، واحده في الرجل، واحد هنا، ودوه مدني. قال الكلام، قال الناس زي قالوا ليه ادينا المبلغ، قال في زول خاين كلمون، في زول خاين قال لهم الزول ده عنده قروش، عشان تعرف الخيانه وين، الخيانه بيناتنا، العفانه بيناتنا، عشان كده لو ما ضبحنا الزول الخاين ده قدامنا ضبحنا، قسما بالله السودان ده ما يقوم، السودان ده ما يقوم ليوم القيامه، لو ما ضبحنا البياناتنا دي السودان ده ما يقوم ليوم القيامه، لانه زول زي ده راجل حارس بيته براو براو، حارس بيته براو، قاعد حارس بيته، حارس بيته قاعد، لو ما الوشاية والله ما تجيه حاجة. لكن أولاد الجيران اللي ما عندهم شرف ولا عندهم دين ولا عندهم ذمة ولا عندهم ضمير، الجوادين بتاعين الجنجويد، الناس اللي ما نافعة ديل المشوا جابوا له الجنجويد، الحرشوا عليه، عنده مبلغ في خزنته وعنده عربيته ورفض، قال لهم تقتلوني هنا، مات شهيد، مات شهيد عادل، مات شهيد ليه؟ لأنه فارس وراجل. شنو يعني الدنيا الحلقاسة قدام، افضل لو قعد في الدنيا دي عاش مدى الحياه حيلقى شنو؟ بالعكس ده شهيد، مات راجل، عاش راجل ومات راجل، احسن لي من اعيش خاين واموت خاين، احسن لك من تعيش خاين وتموت خاين. الحاجه اللي بتحصل عندنا دي اكثر الناس خونه، اكثر الناس جوادين، اكثر الناس عملاء، اكثر الناس ما عندها ضمير، اي زول بينتمي للقحاطي وتحرام، أكثر الناس اللي بتنتمي للقحاطة أولاد حرام، قسما بالله العظيم. يا هون الخونة، يا هون الجوادين، يا هون والعاهرات اشتغلن جوادات، شفت العاهرات اشتغلن جوادات، اشتغلن جوادات عديد بيجيب لك الهناي ودن وكده وشغالان معلومات، دي الحقيقة، بيودوا للجنجويد النسوان في البيوت، بيسوقوا الواحد يأجروها للجنجويد ودالي، والمبتمش يرسلوا لها الجنجويد في بيتها، يرسلوا لها الجنجويدي في بيته. انت قال الحلفايه دي مشكلتها شنو؟ انا كم مره تكلمت في الحلفايه؟ مليون مره. في زول بيسمع الكلام ولا بيسمع الكلام؟ مشكلته ما الجنجويدي، مشكلتهم الجوادات في مربع اثنين ومربع هناك، الجوادات القعدات هناك، لو مشوا للجواده دي وضبحوها في الواطا والله ثاني واحده منهم نسواها ما في، لانه الحلفايه فيها الجوادين وفيها الجوادات، فيها قحاطه كثيرين، فيها ناس منتهية كثيرة، فيها ناس داشرة كثيرة، فيها ناس أولاد حرام كثيرة، عشان كده كل يوم بيجي يسوقوا بيت، وكل يوم بيجي يسوقوا بيت، وكل يوم بيجي يسوقوا بيت ولا بيستأذنوا. وأنا قلت لهم تاني الشغلة دي حتستمر حتستمر حتستمر، ليه؟ ليه حتستمر؟ لأنهم ما حسموا قضيتهم، لأنهم ما حسموا قضيتهم، يمشوا طلعوا العميلة دي من البيت، لأنه العميلة دي بيجي يسوقوها بالتوسان الأبيض وتركب مع الجنجويد وهون شايفينها، والعميله الثانيه بيجيبوا لها الثلاجه الجديده وهون شايفينها بعينه، دي دوالي بنص الليل تشيل اثنين من التوفته جدعون لا جوا البيت، تتحرك جوا، والله العظيم والله العظيم والله انت كده تكون، والله العظيم حسنات، والله ليوم القيامه تكفيك، زي عمليه زي دي تعملها في جواده والله حسنات ليوم الدين. حارسين شنو؟ ما عندكم ما عندكم عذر، ده ربنا حلل لك الكلام ده الان، ربنا اداك قال لك حلال تدافع عن عرضك وعن شرفك، الان انت بتدافع عن عرضك، عارف الجواده منو، عارف سيما وعارف ساكنه وين وعارف شقتها وين وعارف الثانيه، هون اثنين بهنا اخوات وبهنا اخوات، ديل الماسكات كل حاجه، ديل الريموت بتاع الجنجويد، ديل اللي بيسوقن البنات، ديل اللي بيودن البنات للجنجويد، ديل اللي بيأجرن البنات، ودي الحقيقه. ما في زول ما عارف في الحلفايه، ما في في الحلفايه زول ما عارف، بتراعوا لشنو تاني؟ دي خربت بناتكم كلهم، دي دمرت بناتكم كلهم، دمرت شرفكم ودمرت سمعتكم، حارسين شنو؟
ما حرقيف طالما في بنات احسن منها ما حرقيف، لازم بناتكم ديل تشربوا من نفس الكاس اللي بتشرب منه كل يوم. طالما هي رقدت لازم بناتكم كلهم يرقدن، طالما هي بقت كده لازم بناتكم كلهم يبقن كده. اي بنت تشوف احسن منها بتمش تكلم الجنجويدي تعال البيت داك فوق بيت سوقه. عشان كده بنقول لكم اقطع شيلوا السرطان قبل ما يعفل لكم جسمكم كلكم. بنقول لكم الكلام ده وانتم الكلام ده بتخلوه هنا وبتمشوا، وبكره بتيجي تكتبوا الحقونا سرقوا بنتنا، الحقونا سرقوا بنتنا. ايه دي المره الكم؟ المية. ليه بيسرقوا بناتكم؟ ادونا سبب واحد يقنعنا عشان احنا نقتنع. ليه بيشيلوا بناتكم؟ ليه الموضوع ده ما بنشوفه في اي مكان تاني؟ السبب اللي بيخلي بس المنطقه بتاعتكم دي بس بيسوقوا البنات. عندكم سير في عندكم حاجه طعمه عندكم؟ ما ورونا السير شنو؟ في شنو؟ موت الحمام يعني بتيجي تاني راجع؟ ولا دي قضيتها شنو؟ ما احنا دارين نعرف السبب اللي بيخلي الناس زي الحجرين بيكم. ما هو ما مستحيل يكون ما في سبب. عشان كده يا ناس الحرفاية الناس الشرفة الناس اللي عندها ضمير مشكلتكم انتوا عارفينها والله عارفها والدنيا دي كلها عارفاها. ما عارفين ادخلوا الجروبات بتاعت الحلفايه وبتلقوا الاسامي وبتلقوا الصور وبتلقوا كل حاجه. اقعدوا بالليل قولوا بسم الله الرحمن الرحيم قزازتين جاز البيت دي وشها خلوا لا زين لين منقد ادخلوا لا جوا اكسروا الباب عشان لما الجنجويد يجوا يلقوها جوا تفرفر. لانه دي ما في ما هي طالما ثبتت عليها وبتمش مع الجنجويد وبتنزل معناتها تموت. قريبه منه قريبه هنا تموت. طالما هي ده شغوله تموت. عشان تاني لو واحد قال ليه وجنجويدي جاب هناك يعرف، لو واحد قال تعرف. الناس تكون واعيه. الان الناس كلها بتتحرر، الان الدنيا دي كلها كل زول قايم بدوره، كل زول عمل، كل زول سوى، هذيك شرق النيل الليله من الصباح النيران شغاله سلاح بسلاح ضغط شديد، الحجوز شغاله، الدنيا كلها مدوره، ما في سودان الان بيقعد. يا ناس الحلفاية يا ناس الحلفاية اوعوا يا ناس الحلفاية اوعوا اطلعوا. اعرف وانتوا عارفين انا بتكلم عن شنو، عارفيني بحكي عن منو، عارفيني بوسط، عارفين انتوا شفتوها بعينكم شفتوهم بعينكم. عشان كده الناس تكون عارفة انه الجنجويدي ده يا هو لو ما لقى قوادين ما بيجي. في مناطق كثيرة الجنجويدي ما بخد فارجله ما بخد تاريله لانه ما فيها قواده، ما فيها ناس بيقدروا يعملوا كده لانه بيطبحون في الشوارع. عشان كده الناس يا جماعه تقول بسم الله الرحمن الرحيم والحلفايه ده الله في المية للحلفايه. والله ناس الغبور بيكونوا هسه زعلانين، ناس الغبور جنب الحلفايه والله بيكونوا زعلانين لانه ده ما حاجه بترضيكم ولا بترفع راسكم، بالعكس دي بتنزل راسكم لانه المنطقه الوحيده اللي بيسوقوا بنات الحلفايه. المنطقة الوحيدة اللي بيجوا يختاروا الحلفاية. ليه؟ السبب. ليه المناطق دي كلها ما فيها كلام زي ده؟ ليه ما فيها؟ معناته في حاجة غلط فيكم، معناته في شيء غلط. عشان كده الغلط ده صلحوا، لأنه عيب كل يومين تطلع لنا بنتنا خطفوها. عيب والله العظيم، عيب والله، عيب والله. كونك تنشر وتطلع لايف وتقعد تعمل فيها مسجل لايف والله عيب. اللي بتعمل اللايف عيب، واللي بتطلع المعلومة عيب، واللي بتعمل انتوا انجزوا وما تطلع لنا المعلومة. شوفوا شغلكم وما تطلع المعلومة، لأنه البلد لو ما عملنا كده والله العظيم أنتم بتضيعوا أنتم. والله سمعتكم بقت في الواطة قدر ما نفتح بيت من الحلفاية، بيت من الحلفاية تلقى واحد شايل والله البيت خطفوها، وإحنا والله اتصلنا وجابوا علينا ورجعوا علينا. يسوقوا منك ونأجروا البيت ساعتين ورجعوها ترجعوا مبسوطين. كل مرة يسوقوا منك البيت ورجعوا عليكم. بقت الشغله كده يعني. الان دي كم دي كم رجعوها؟ دي كم جابوها سابوها ورجعوها؟ دي كم؟ دي كم رجعوها؟ دي كم هسه البيت اللمس دي عند اخوها قالوا ده طلقه؟ ده اخوها. انتوا وين ناس الحله؟ اقفوا معاه؟ اقفوا معاه؟ شيلوا مشكلتكم؟ شيلوا الناس اللي ما نافعين ديل؟ البنات ديل احرقوهم عديل خلوني اتحرقن كامل. ما في اغلى من الشرف. ما في. الناس كلها تكون واعيه وتكون عارفه.
عشان كده انا قلت لك الانتصار اتحقق بنسبه 100%. بحر الليله كلها ما شاء الله، الخرطوم ما شاء الله، هم درمان ما شاء الله شغالين فيها. ما تسمح كلامي يجيك يقول لك والله والله في ما في اي حاجه. الان بس الناس ترجع بيوتها، الشرطه الان في كرري شغاله. امس انا تكلمت هنا بالليل شنو؟ عن ناس كرري. الناس العملاء قبضون. دي العملاء من كرري. دي العملاء قاعدين هناك شغالين ميديا. شغالين تضليل للجنجويد، بيصرفوا رواتب. قبضوهم امس خدتوهم. شبكه برضه في الكاملين، جات معلومه في الكاملين، قبضوهم برضه. شغالين شغل بتاع ميديا، قبضوهم. لانه الناس لو ما اشتغلت كلها المرض السرطاني ده ما بينتهي. اصله ما بينتهي. نهائي لو ما الناس اشتغلت. نسوبه ما كنتوا انتوا ما كنتوا شغالين كويس وماشيين كويس. نسوبه كنتوا شغالين وماشيين كويس ومحافظين على برا، محافظين على شوارعكم ومحافظين على كل حاجه، اطلعوا خليكم في الشوارع، بعد كده خلوا اولادكم يرجعوا، خلوا الاسر ترجع، خلوا الناس ترجع. نسوبه خلوا الناس ترجع بعد كده، شباب اقعدوا احرسوا برا، الجنجويد شويه الان. الناس تتفنن، كل ذول يعمل انجاز. الان طمنوا الناس. الان خليكم اعملوا ديدبانات واقفين، ما في عندكم جنجويد كثيرين. ما فوتوا لهم ثلاثه تاتشرات اربعه تاتشرات. لو شلتوا لكم مناتوفات حركتوا لهم التاتشرات ديل ما عندهم حاجه ثانيه. خلاص خلوا اهلكم يرجعوا. الناس تعبت بعد كده، خلوا الرجال يرجعوا، خلوا ناسكم يرجعوا، انتوا بعد كده احرسوا البلد بهناك. ما في حاجه، كل زول يكون قاعد في مكانه. الناس ما في حاجه يا جماعه الان، والله العظيم الانتصار. شفت هسه منتظرين انا والله انا محل البرهان والله يطلع بكره علينا. واعلن حميدتي مات وعبد الرحيم مات، ما تسمع يقول لك عبد الرحيم حي وقاعد في مزرعه، عبد الرحيم مات وحميدتي مات وموسى دقلوا مات واي زول تابع اللي دقلوا مات. نهايه ما تسمع كلام يقول لك شفت دار تصدق خليه يطلع لك دقيقه. يعني حميد يا عبد الرحيم لابس شنو؟ ما بيطلع. ليه ما بيطلع في الاعلام؟ ماله؟ مطهر في لسانه؟ لسانه مقطوع؟ هو مشى ومن الخرطوم وطلع في تشات ووصل هناك، لو ادوا تلفون قال لي دقيقتين للحدث صبر الجنود اللي في الارض ديل، صعبه ما صعبه. ماله ما دار يطلع؟ محجب صوته عوره ماله؟ ما يمشي فيك مخطط، المخطط ما عبد الرحيم دقله. المخطط الامارات الحركات المسلحه. البديل للجنجويد في السودان الحركات المسلحه، ده البديل. ما تسمع كلام عبد الرحيم قاعد، عبد الرحيم دارين يعملوا لك غطا. دارين يعملوا لك شنو؟ غطا. لمنو؟ للحركات المسلحه. دارين يشكلوا تحالف جديد. مع منو؟ مع الامارات. يقول لك ده عبد الرحيم خجله من ناس جبريل وديل وافقوا. جبريل وافق ما تسمع. عبد الهادي وافق، الطاهر وافق، مناوي وافق. الامارات قالت لهم اي حاجه بجيبها لكم هنا، سلاحكم بجيبه لكم، حاجاتكم بجيبها لكم، هنا كل حاجه، الموضوع انتهى. لا فيه حميدتي، لا فيه عبد الرحيم دقلوا، لا فيه ال دقلوا. ده شغل جديد. ما تسمع كلام انه والله ديل مشوا عبد الرحيم لاقوه في مزرعه ولاقوه في جنينه، ما في. عبد الرحيم مات. عبد الرحيم مات. لان عبد الرحيم لو طلع دقيقه عارف الدقيقه دي بتعمل شنو. لو طلع دقيقه عارف الدقيقه دي بتعمل شنو. لما قلنا لك حميدتي مات انت ما صدقت، الان قدروا ما يسجلوا بيجيبوا بيسقطوا اوسخ من اكثر من الاول. عبد الرحيم مات شبع موت. الان المشروع البديل مشروع الحركات المسلحه. الامارات الان قفلت على الحركات المسلحه. تكمل ليها المشروع حقها. ده المشروع الناداون لمحمد شاور محمد دبن، هذا جبريل للموضوع ده، ما له جبريل. لموضوع الامارات لانه هو الان الماسك المشروع. قال لي معاك من مليار ل 10 مليار معك بنديك. اعمل لنا المشروع ده لازم. دي الحقيقه. لكن الان المشروع لا فيه عبد الرحيم، لا فيه محمد حمدان دقلو، لا فيه زول من اهل دقلو. المشروع بتاع مناوي، مشروع بتاع جبريل، بتاع الطاهر، بتاع الهادي، بتاع ديل. دي الحاجه الحاصله، عشان ما تصدق يقول لك والله عبد الرحيم طلع وعبد الرحيم مشى وعبد الرحيم الان وصل هناك. انت لو مثلا ما فاهم قول لهم بس دقيقه يطلع الحد، بس يطلع ليه ما طلع؟ سؤال، سبب اديني سبب، برهن لي قول لي والله عبد الرحيم ده ما طلع في الحدث لسبب. لانه لو طلوعه بيخصم عليهم نقول، لكن بالعكس الطلوع حق عبد الرحيم بيزيد لهم مده الحرب.
بدي الجنود بتاعينه شجاعه، لانه الناس على التململ والموت وبيضحوا في بعضهم. ليه؟ لانه ما عندهم غياله، لانه لا شايفين عبد الرحيم ولا شايفين حميدتي، عشان كده شغالين سرقه وبيقتلوا في بعضهم وبيضحوا في بعضهم. لو في حاجه زي دي والله يا عبد الرحيم يجيبوا لك. هو حميدتي المات بيطلعوا فيه، حميدتي اللي هو التسجيلات دي ما عندها قيمه، عند حميدتي بيطلعوا بعد ما مات بيطلعوا صوته. عبد الرحيم يكون حي وقاعد يرزق وقاعد في تشاهد وشبكات فل، ما يطلع في قناة الجزيرة يتكلم والله قناة والله انت موهوم. والله العظيم عبد الرحيم مات وشبع موت، وديل مات وديل اول ناس انتهوا منهم. الجيش السوداني استخبارات واشتغلت في الحرب دي بحرفية وبمهنية، ركزت على القيادات بدل تعمل الجي بي اس لكل العربات. لما عرفت انه الناس ديل خلاص في غدر وفي حاجة وعرفت المخطط من تركيا عملت كالآتي، ما كل العربات عملت فيها جي بي اس حقتهم لانها كثيره، عملت في القياده. الرؤوس انت سمعت في الاول بيموتوا منه القوات، مات الغايد فلاني، ايوه ده الشغل اللي اشتغله الجيش. الجيش اشتغل بالشجر الكبار. الجيش انتهى من الشجر الكبار، فصلوا من اي حاجه، يعني مستحيل الجيش يعمل ليه؟ يضرب العساكر ويخلي القياده، كده مشكله. الجيش اول ما ضرباته ضرب حميدتي، ضرب عبد الرحيم، ضرب آل دقل، وضرب الضباط، ضرب كلهم كانوا عندهم شفرات موصلة مباشرة، أهداف بنكي أهداف جاهزة بإحداثياتها. طوالي حميدتي ده ولا لحقوه ولا خلوه يتمتع ولا خلوه تهنى ولا خلوه فرح ولا خلوه ساي يفكر، طوالي انتهوا منه. ليه؟ مجهزين عليه، لانه ناس بتشتغل بمهنيه وحرفيه. لكن ما تسمع عليه كلام، ده طلع ما في قياده طلعت. القيادات كلها منتهين منها من او اهدافهم مخطوطه ويجهزوا لهم باحداثياتهم، والطيران ده يتعامل معاهم. دي حاجه حقيقيه ولا دار اثنين ثلاثه، حميدتي منه واليوم انضرب. من ضرب؟ اول يوم، ثاني يوم لما طلع في قناه الحدث هو مضروب. في قناة الحدث هو مضروب. دي الضربة بتاعته، لما كان بيتكلم كان مضروب وكان راقد، ولحد ما عملوا له العملية وقالوا مات في هناك ودفنوه في سوبا. من أول يوم ثاني يوم هن انتهوا من القيادات، خلوا حميدتي بدون أي حاجة. بدون أي حاجة خلوه. دي الحقيقة. لكن تجيك يقول لك والله العظيم حميدتي طلع وحميدتي قالوا في كينيا، وحميدتي ولا حميدتي في كينيا ولا عبد الرحيم في تشاد، الاثنين في ود اللحد. والمكذب كلامنا يجيبوا لينا. ومفروض الجيش يطلع بالبيان يقول حميدتي مات وعبد الرحيم مات، والان احنا ما عندنا اي جنجويد، الان القاعدين ديل عباره عن حراميه. وظلموا حراميه. يقول التمرد انتهى، في شنو؟ بتكلف القروش؟ ما ده الحقيقه، التمرد انتهى. التمرد انتهى، الناس القاعدين ديل حراميه. ما بتكلفك حاجه ودي الحقيقه. التمرد الان انتهى. الان التمرد انتهى، لا عنده تاتشر. لا عنده رشاش، لا عنده حاجة، عنده عربات متهالكة، عنده مدفع هاون الليلة انتهوا منه، المدافع الهاون الليلة كلها انتهوا منها، أي مدفع الليلة كلها انتهوا منها، ثنائيات انتهوا منها، كل شيء ما عنده، مضادات انتهوا منها، عربات مدرعة انتهوا منها، ما عندهم أي حاجة. الآن لون الله والسقط. لون الله والسقط. يعني بتلموا بتلقطوا بتلقطوا، معناته الجيش لحد الجمعة يطلع يعلن. اعلن عديل انتصروا بالقلب القوي، يقول للناس ترجعوا، يقول للناس ترجعوا، افتح طريق الجزيره ده يا هو الطريق المهم، ام من طريق الجزيره ام من طريق مدني خلي الناس ترجع، ام من طريق مدني اعمل لك ارتكازات بهناك افتح الطريق خلي الناس ترجع. باقير دي انتهي منها، انتهي من الناس زي المعروفين قاعدين في الباقير مجمعين، مجمع عراق ومجمع عبد الله خليل. امسح بيهم الواطا، هنا 30 فيلا وهنا 30 فيلا، امسحهم كلهم جنجويد، فون الجوفاني، فون القيادات الباقيه، فون المصوراتيه، فون سفيان، كلهم هنا. قاعدين كلهم هناك. قبل يومين الضربه اللي ضربت جوا المجمع بتاع عبد الله خليل كلهم قاعدين هناك، وطلع الجوفاني صور فيديو من هنا. ساكنين هناك في في قصاد جياد. ما عندكم حاجة، امسحوا المجمعات ديل، امسكوا طريق الخرطوم مدني، اعملوا ارتكازاتكم، خلي الناس تخش، امنوا الطريق. ما عندكم تاني تشتغلوا بتأمين عشان الناس تجي راجعة. عشان الناس تجي راجعة افتحوا لها الطريق. يعني اليوم الجمعة دارين الطريق فاتح.
عشان الناس ما تتعلل تقول لك انا بجي والطريق قافل، عشان الناس ما تقول لك احنا رجعونا، عشان الناس تتحرك من مدري تجيب الباص دغري. الناس دي دايره تامن طريق، عندك عندك 3 يوم امن لهم الطريق، اشتغل في المهم. جنوب الحزام خليه اخر حاجه بعد ما الناس تجي، افتح الطريق حقك ده هنا، خلي الناس تجي من الخرطوم من مدني من الحصحيصه من الناس كده كلهم يجوا. اعمل ارتكازاتك في الباقير وفي الجديد وفي المسعوديه وفي النوبه، امن الطريق عشان الناس كلها تجي، حتى ناس الجزيره الدارين يجوا يدافعوا معه يجوا عشان البلد. لكن هسه وين يجيب الطريق؟ يجيب وين؟ تقول له تعال بهنا يلقى الجنجويد، يقول لك انا والله جيت ورجعوني، انت امن لي الطريق عشان يجي راجع بيته، افتح لي الطريق عشان يجي راجع بيته. احنا بنشتغل على انه يجوا راجعين، لكن الطريق اهم. يعني طريق الخرطوم مدني ده داري انه فاتح، ما صعبه ان شاء الله ما عندنا مشكله، لكن الطريق يكون فاتح لانه ده اللي بيخلي الناس تجي راجعه، وده اسهل طريق. الله يديكم العافيه ويدي الوطن العافيه. وفي موضوع بتاع اردول يا جماعه والله الايامات دي انا كلمتك يوم ده قلت لك القحاطه دي بيشتغلوا لك اي حاجه، لو اردول كعب وما كعب احنا عندنا قناعتنا من زمانك عارفينها، وانت عارف اردول شنو، وقبل اليوم انت عارف وانا عارف والله عارف. الان لما تطلع حاجه زي دي انت حجيك، طلع الشريف الفحيل قبل يومين وانا جيت طلعت لك هنا قلت لك زي الشريف الفحيل ده حيجيك الايامات الجايه حاجات كثيره. ليه؟ لانك انت الان دايس بنص للنهايه في الميديا، تركيزك كله شنو؟ لا هدنه، جيش، لا مفاهمه. انت كده ما بس ابنص للنهايه لحام. لازم يخلوك ترفع رجلك من اللبنص شويه عشان يلقوا فيك فرقه. عشان يخشوا القحاط يخش يلقى له طريق يشغلك. ده لقوه حامل. ديك لقوه في مصر بتعمل في كده. اردول ما اردول يعني حيكون نبي؟ اردول يكون من الانبياء الصالحين؟ ما ده اردول. جابوه منو اردول؟ ما جابوا القحاط يعني حيكون احسن منهم بشنو؟ اردول جابوا لك منو؟ انت بتعرف اردول ده؟ اردول ده كان صاحبك زمانك؟ اردول ده كان قاعد معاك؟ اردول ده جابوا لك منو؟ جابوا لك القحاطه دي. يعني حيكون احسن منهم في شنو؟ هو زول جابوا القحاطه حيكون احسن منهم في شنو؟ ما حيكون زيهم. يعني اردول والقحاطه ما في فرق بيناتهم. اردول وسخ القحاطه اوسخ منه لانه هنا جابوا الشركه بتاعت دي مسكوا هو برا ولا مسكوا لها هون؟ مسكوا لها هون. ليه سمح محاربينه ليه؟ عشان الذهب وما الداون وما سووا لهم هاي لانه ما قسم معاهم لانه ما مشي لهم تحت الترابيزه لانه ما باكلهم بياكل برا. القحاطه لو كان اكلوا معاهم كانوا شبعوا وكانوا ما تكلموا. عشان كده ما تشتغل، خليك ركز في حاجه واحده، الجنجويد انه احنا دارين ننتهي منه، لا هدنه لا تفاوض، الجنجويد يتبل. موضوع اردول وما اردول ده ما عنده اي قيمه. يعني انت دار اردول يقول شنو يعني؟ انت اخذت اردول شنو امام جامع؟ انا ما بعرفك انت. ما ده الدنيا كلها عارفه الموضوع ده، يعني ما اصل اردول التسريب ده اي زول عارفه، ما جاب حاجه منه. ما جاب حاجه من برا ولا 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 اخترع له حاجه كده الناس تندهش فيها وتباريه وتعمل لها لايف كامل وتقعد تتكلم عن اردول. يعني معلش اردول ده لو كان رجل صالح وكنا واثقين فيه وكان اخو كشه وكان جزء من كشه نجي نتباكى ونجي نعمل لايفاتنا ونتخلع والواحد يفتح خشمه ها اردول ما عنده حاجه هون دول. اردول يا هو عمر الدقير يا هو خالد سلك يا هو بنت المهدي يا هو ابن المهدي يا هو ابي بكر فيصل يا هو عروه كلهم نفس الزباله نفس الزباله نفس الصفيحه تحت الوسخ نفس العربيه نفس القمامة. الله يكرم السامعين ما في حاجه ولا تشيل الفيديو تشيره ولا تتعب نفسك ده كلها سواقه. احنا القحاط ده عارفينه ولسه حيجيك تاني حيجيك الكبيرة اللي خليك شفت الميديا ده 24 ساعة تكون شغال فيها ما تشتغل بالفارغة. القحاطي ده حربه إعلامية زيه زي الجنجويد حربه بتاعت لهي الهيك به هنا ويقطعوا فيك به هنا ولا تحس به. والله العظيم أنا بقول لك الحق لأنه إحنا جربناه وعارفين سياسته جربناه ونشوفناهم بعيننا جربناه ونشوفنا الحاصل لما بيمشوا الولد بيكون ماشي فيه نص الناس آخر الناس.
والله العظيم في مدرم عندي في الصوره بتاعته بتاعت الغناص الكتلو اخر ولد، يعني الولد ده اللي يكون واحد مشى مضغ على اللون هدول ولد وقتله، ما الناس كلهم حوالينه ما قتلهم، قتلوا ولد واحد، ما صدفه. اي ولد اي زول بيقول القحاطه كعبين بيموت كان. والعكر ده جن وجن القحاطه. وكان اليوم الواقف في جدار الشهداء هناك بتاعين الشهداء بتاع ثورة ديسمبر قدام الغيارة كانوا متابعينه القحاطة وكان بينبس فيهم ويختفى من هناك أيامات كتائب حنين، أيامات كتائب حنين البمشي تعذب السوار في اللسكلة. القحاطي واطي وطحرام، القحاطي غزر ونتن، القحاطي مفروض يتعلق مليون مرة والشنك 800 مرة. القحاطي أتفه وأنجس خلق الله، القحاطي حتالة البشر، القحاطي رمة وحرامي واي حاجة فيه. انت بتتكلم بشنو يا تفهم؟ عشان كده ما تشتغل بمواضيعك مركز مع العفن القحاطي ده. اي حاجة بتحصل خدتها ده القحاطي، شفت اي حاجة تحصل بس ده القحاطي. ليه ما حصل من زماني كردول؟ ما في زول ما عارف زمان اردول، احنا بنقول له اردول بيمشي واردول ده وجايبين لنا ويقول لك لا ده السلام سامح ده كوز، ده سلام شنو يا قحاطه جبتوا لنا؟ ده الحق ده كوز. جابوا اجروا الناس بالقروش، دفعوا المليارات، جابوا البساط وجمعوا الناس بالقروش والسندوتشات والبنات تلصي. تمشي المحلات هناك تتلصق زي ما داير، يمتعوك في اللصيق، يقول لك والله الليله عندنا كرنفال وعندنا، لا هم بيجمعوا الناس كيف؟ راح الليله عندنا مسيره وعندنا لما هناك في يخت الحريه فيها تلصق جد، تتمتع تلصق، ممكن تلد تيمان تلصق ساي، تعالوا. ادفعوا قروش ونجيبوا الشباب هناك ولموا الناس في الحرية والسلام والسلام. واللي بيقول السلام كعب ده كوز. السلام ده 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 ده, ده السلام. هسه انت شايفه ده شنو؟ ده اتفاق جوبا. الحاصل فيك ده شنو؟ ده اتفاق جوبا. اللي شايفه بعينك ده السلام بتاع جوبا. ده سلام جوبا والله العظيم، دي الخلاصة بتاع السلام جوبا. دي الزبدة بتاع السلام جوبا اللي فيك ده، ده الاتفاق حق سلام جوبا. شنو سلام جوبا؟ ما اتفاقين، واحد تحت الترابيزه واحد فوق الترابيزه. الناس اللي عرضوا الاتفاق في المغابر ماتوا، منهم جمال، منهم الفريق جمال، جمال جمال مات بذبحه سمح. والله لو شرحوه 100 مره انا ما اصدق مات بذبحه. انت بتتكلم ساي الناس زي الاتفاق تحت الترابيزه، انه الحرب تتنقل من دارفور تتنقل للخرطوم، انه الناس زي الفتن. ده المبرر حقهم، مبرر شنو لبعض؟ مش حميتي ده قتلهم وضبحهم وشنقهم وطردهم، المبرر اللي كان بيقولوا لهم شنو؟ بيقولوا لهم الناس ديل استغلونا بالنص، والله بالنص الناس ديل استغلونا وفتنونا في بعض. الناس لينا نحن، الناس ديل، الناس ديل، الناس ديل، الناس ديل، الناس ديل عملوا لنا، الناس ديل واتفقوا على شنو؟ مما جو من هناك النبره تغيرت في شنو؟ اللي بتهبشوا تدفروا كده الخرطوم ده حقت ابو منو؟ عبد الرحيم ده قالوا نمشي يقعدوا ديل في مروي، الحركات دي تقعد في مروي وتقعد في احسن مكان، مع انه مروي لا فيها ولا فيها منافع ولا في اي حاجه. ما لاقين يشرب ولا لاقين. اللغه تغيرت، الخطاب تغير، اللهجه تغيرت، من شنو؟ ده سلام جوبا. والان اللي بيحصل فينا ده الخلاصه بتاع السلام جوبا. جابوا منو؟ جابوا القحاطه اولاد الحرام. جابوا شلة يخص، جابوا شلة المزرعه، السكيرين، العرابده. جابوا منو؟ العرابده البدون. جابوا ناس قزازه العرق بيحطها في الثلاجه، ليه حمدوك؟ جابوا يوم بيضحوا للخروف في المزرعه. ديرا جابوا ليك الان اللي بيحصل فيك ده نتيجه طبيعيه، ليش نو؟ لسلام لحاجه سموها سلام وهي ما كانت سلام، هي كانت اتفاق على نقل الحرب والمواجهات من دارفور بحجه انه الشماليين ديل بيقتلونا وبيفتنونا في بعض، ننقل ليهم وين؟ في الشمال. دي كل الملخص. يعني اتفاقيه جوا ديل بيقول لك اتفاقيه، ده ما عنده اي منطق. يعني الكلام اللي فيه ده كله سببه القحاطه، لو ما كانوا اتفقوا مع حميدتي سببه القحاطه. الفوضى في الخرطوم لاربع سنه سبب القحاطه. النقر صوب القحاطة، عدم الأمن والأمام القحاطة، الجوع والفقر والمرض القحاطة، الجوع والفقر والمرض القحاطة. ليه القحاطة؟ القحاطة هم اللي رفعوا الدعم، مشوا مع حمدوك وبعد ما زمانك بيرفضوا رفع الدعم للكيزان. البشير ده رفع الدعم،
البشير لازم يصرف، لو شال الدعم مننا نحن بنجوع وما من حقه، لازم يصرف وما يرفع. الكلام ده كانوا بيقولوا مجرد ما جو قعدوا، والنقد الدولي اتفق معاهم وبنديكم وبنسوي لكم، وعندنا برنامج بنديكم حزم، الحزمة الأولى بنديكم كده، الحزمة الثانية بنديكم كده، الحزمة الثالثة كده، الحزمة الرابعة كده، الخامسة الامتياز تركبوا معانا، نديكم ديون، نديكم قرض شالت 2 مليار قرض. وده وين جابوا سيارات؟ جابوا 17 سيارة جديدة موديل السنة ليكزس، جابوا للوزراء. دي الحقيقة تحت المشهد عشان الناس ما تكون مغفلة. ما في حاجة اسمها، ما في حاجة اسمها أردول الآن فاسد ولا القحاطة فاسدين. أردول حصل منه حاجة، جبريل ده ما حرامي، جابوا منه، جابوا القحاطة، القحاطة فاسدين. مناوي ده شرد وحرامي ولص وماذا، جابوا منه، جابوا القحاطة فاسدين. أي حاجة تجي من ديل القحاطة، الحرب دي القحاطة، الموت ده القحاطة، أي حاجة ديل القحاطة. دي الحقيقة عشان انت مسوق نبعد من القضية، عشان ما تودينا تبقى قضيتها اردول فاسد واردول ما فاسد. انا ما بعرف اردول، انا ما بعرف البرهان، ما بعرفهم. ديلنا ادول برهان، ده ابو شسي ماسك الحرب واحنا داعمين الجيش، لكن انا ما بعرف البرهان. واحنا لو ما كنا باخطين وحاط الله مش البرهان تاني يوم للحرب كان وقفها، لو ما في ضباط جوا ضاغطين وقايمين عليه. واللي طاري انت قال اللي طاري ما موافق، هو والله موافق. المنع اللي طار منه الضباط الجوا هيئة الأركان، والله برهان موافق، والله موافق على 10 سنة حميتهم، والله ما عنده مشكلة، والله أنا أقول لك وأقسم بالله كلامي ده يطلع غلط، أنا ما أطلع، والله 10 سنة ما عنده مشكلة، أصله ما عنده مشكلة، ما عنده مشكلة 10 سنة، شفته ما عنده مشكلة، أصله ما عنده مشكلة 10 سنة، ما عنده مشكلة، ما عنده مشكلة. لكن الضباط مسكوه، الضباط مسكوه، الضباط تك تك مسكوه، قال له شوف حدنا معاك هنا، والله العظيم هددوا، ولو ما هددوا ما بتلقى الان مواصل في الحرب يا اخي. ما هو طلع قال لك من البدايه الحرب العبسيه، قال لك من الاول يوم، قال لك البرهان زول جاوا جوا وحميتي غير شرعي واي حاجه، ويجي يقول لك الحرب العبسيه معقوله؟ عشان كده بيقول لكم الناس توعى ما تشيل موضوع اردول قال وفلان قال وهنا فعل وجابوا لنا، وبكره حيجيبوا لك كثير، حتصهر لك قلب. خليك في ميديتك، خليك قايم سداري، ادعم جيشك، لا للتفاوض، لا للهدنه، لا لاي لف دوران. باذن الله تعالى منتصرين، شاء من شاء وابى من ابى، بكيفنا ما بكيف اي رمه. التحيه للبطاحين ثاني وتالي، التحيه لابو شام، غريه صغيره لكن كلها رجال، غريه ما تفوت لها 500 بيت والله، لكن كلها فرسان ورجال وطنيين، قسما بالله العظيم، رمز للوطنية والشرف والنزاهة والرجالة، قسما بالله العظيم. ولا خافوا، قبضوا الناس، جابون 5 دقائق قبضون. ديل ناس بلادي، ديل الناس اللي بنحبهم ونحترمهم وفعلا نقول عليهم رجال. الله يديكم العافية ويدي البلد العافية. سلام عليكم.